طالب خطيب وإمام جامع الفرقان في الفلوجة الشيخ عبد الحميد جدوع بإنشاء مؤسسة تعنى بالأمراض الخطيرة والمستعصية وتوفير الأدوية والعلاج اللازم لها، مشيرا إلى أن أسعار الدواء باهظة ولا يستطيع معظم الناس توفيرها. مثل ما أكو مؤسسة شهداء، يفترض أن تكون هناك مأسسة ومؤسسة للأمراض المستعصية. تكلمت عن هذا كثيرا. بعض الناس باعوا بيوتهم، والله باعوا بيوتهم من أجل أن يصرف على ابنه بفشل كلوي أو على السرطان أو على السفر. العلاجات غالية جدا، قاتلة. يعني تدري بعض العلاجات، والذي لا رب سواه، بعض الأمراض كل شهر 60 ورقة، $6,000 ولربما أكثر. فإذا لماذا من هذا المال الوفير؟ مثل ما عندنا مؤسسة الشهداء، عندنا مؤسسة تتعلق بالمرضى الأمراض الخطيرة المستعصية. هذا من حق المواطن المريض أن يتعالج على